السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عزيز من لوسيت فيزيون تكنولوجي .com. ونزولا عند رغبة مجموعة من الأصدقاء، اليوم نحاول نشرح لكم طريقة استرجاع المبالغ من بعد طلب استرجاع مبلغ شراء تطبيق، بحيث أنه في بعض الأوقات ولا بعض الحالات تنشريو شي تطبيق من أب ستور بالكون ديالنا بعد ما تنكونوا شارجينا بين كارت اي تونز او بطريقه اخرى، تنتيشارجيو داك لابليكاسيون تنخدموها، اما تلقاوها فيها مشاكل خصوصا مشاكل ديال الاكسيسيبيليتي او مشاكل اخرى. ابل عاطيه الامكانيه انه ممكن الانسان انه يدخل لواحد السيت وتيقول لهم هاد لابليكاسيون ما لقيتهاش كيما بغيتها ولا شي حاجه، وتيرجعوا لنا المبلغ ديالنا من بعد حوار او تبادل بعض الايميلات مع المختصين في هذه المسائل في شركه ابل. اللي باغي نشير ليه ان هذه المساله كانت اوتوماتيك ممتده شحال هذه، ولكن مؤخرا ولات صعيبه، يعني خاصك تجوستيفي بالضبط وتكون الايميل مشروح ومؤدب باش يتفاهم معك داك السيد اللي في الجهه الاخرى باش يقدر يرومبورسي لك داك المبلغ ديال داك التطبيق. واخيرا اني كاع سمعت مؤخرا بانه هذه المساله ما بقاتش كاينه، ولكن انا صديق ديالي الله البارح قام بهذه العمليه واسترجع واحد المبلغ ديال واحد التطبيق. لذا مباشره غادي نمشيو نشوفوا هذه المساله. غادي نمشيو لسافاري والرابط غادي نديرو لكم مع هاد التسجيل. تندخلو connectez-vous avec votre identifiant Apple pour signaler un problème concernant vos achats réalisés ces 90 derniers jours sur iTunes, l'App Store, l'iBook Store modifié. Contrôle de forme lien. En-tête, conteneur, langue, débit vocal. 55 50 pour connectez-vous avec votre identifiant Apple pour signaler un problème concernant vos achats réalisés ces 90 derniers jours sur iTunes, l'App Store, l'iBook Store ou le Mac App Store. Pour obtenir de l'aide à propos d'achats plus anciens. كيما شفتوا معايا هذه المساله، عند ابل عطينا 90 يوم باش نديكلاريو هذاك الاسترجاع داك المبلغ، الا فات 90 يوم تتولي شكايه غير مقبوله. وهذه المساله خدامه على جميع المشتريات في جميع المتاجر ديال ابل. حنا اللي تهمنا دابا هو ابل ستور. تنتبع assistance de point identifiant apple identifiant apple mot de passe mot de passe champ de texte sécurisé point d'insertion à la fin ديالي. Mot de passe voiceover désactivé. Voiceover voilà, Safari connexion. Quelle est notre connexion? On dit connexion. Bannière repère. Une fois que tu es connecté, tu atteins les applications كاملين اللي شريت. خاصني نمشي لابليكاسيون اللي بغيت نسينيالي فيها المشكل، وعندي فيها بوطون سينيالي. مثلا نمشي لاخر ابليكاسيون نيبليكسيون فيديو كومبريسور جول ان فيديو كومبريس فوتو تو فري دو سباس فيديو كومبريسور. هذه كنبارطاجها مع واحد الصديق في المجموعه، كنت تيليشارجيتها هي بالمجان، ولكن حنا نديرو بحال الا كنت شريتها غنباليها اليمن نيبليكسيون فري اي او اس اب. هذه فري اي او اس اب يعني راه مجانيه، ولكن كنكلم المبلغ ديالها هنا يكون مكتوب المبلغ باش شريتها. سينيالي سينيالي البوطون اللي تيهمنا نكليك عليه دوبل كليك فيديو كومبريسور جول باليا اليمن فيديو نيبليكسيون فري اي او سيليكسيوني ان بروبليم سيليكسيوني ان بروبليم. يعني هنا عندي اون ليست ديال لي بروبليم اللي عاطيني هما. سيليكسيوني ان بروبليم سيليكسيوني ان بروبليم ونبقى باليي بصبع واحد الفوق باش ندوز في هاد لا ليست. جو ني باز اوتوريزي سيت اشا article non téléchargé ou un l'article ne peut pas être installé ou son télé l'article s'ouvre mais ne fonctionne pas comme prévu. Mon problème n'est pas indiqué ici. Mon problème n'est pas indiqué ici. Bouton. Ana, بالمحط التجربه ديالي تندير هذا مون بروبليم ني با انديكي ايسي، يعني المشكل ديالي ما كاينش بعد بين هاد الاختيارات اللي عطاونا. Mon problème n'est pas veuillez décrire votre problème. Champ de texte sur plusieurs lignes. Veuillez décrire le problème. هنا تنشرح لهم بالفرنسيه ميل بسيط نقول لهم بونجور. اغلبيه انا لي زابليكاسيون اللي كنت طلبت الاسترجاع الثمن ديالهم كانت عندهم علاقه بالاكسيسيبيليتي، يعني هنا تنقول لهم بونجور ميرسي دو مي رومبورسي لو مونطون دو سيت ابليكاسيون بيسكو جو سوي مال ولا نون فويون ايون تيليشارجي سيت ابليكاسيون اي سيت افيري كيلي
incompatible avec le lecteur voice over où il y a des problèmes. Bon, اي طريقه ما غادي نشرح لهم داك المشكل ديالنا اللي هو غالبا luminosité كما de l'écran تيقولوا réduit. قلت لكم تيكون عند الاصدقاء ديالنا انه عنده علاقه بالاكسيسيبيليتي ولا يقدر يكون شي مشكل اخر. المهم نشرح لهم مشكل ان داك الابليكاسيون عندنا فيها شي مشكل وتندير هنا Navigation. Veuillez décrire هنا votre تندير هاد problème. الفخير Fin. فان Navigation. 114 x 114 MP3. Fin. Navigation. Envoyer. Bouton. كاين فان نافيغاسيون اونفوي تنكليك على دوبل كليك تيتصيفط اوتوماتيكمون لو ميل للاب ستور لشركه ابل المكلفين بالريكلاماسيون ديال الاب ستور تيوصلهم ميل اوتوماتيكمون من لادريس ايميل اللي شاري بها انا الكونت وهما غيتواصلوا معايا من بعد عن طريق الايميل ديالي تيقولوا لي غالبا تيقول لك بالله حنا تنشكرك على هذا الايميل ديالك تي بحال دابا واحد المره اللي قال يعطينيك اكثر شروحات على هذا المشكل ديالك ولكن بصفه عامه تيقول لي صافي راه المبلغ غادي نردوه لك في واحد يومين في خلال 24 ساعه 48 ساعه غتلقاه مزيود في الكونت ديالك وتيطلبوا منك انك تكون سوبريميتي ديك لابليكاسيون باش الا داروا شي فيريفيكاسيون ما يلقاوش ديك لابليكاسيون عندك متيليشارجيها باش ما تنولدكش المشاكل. هذه هي الطريقه البسيطه لاسترجاع المبالغ ديال شراء لي زابليكاسيون بعد ما تنشريوها تنلقاو فيها بعض المشاكل لسبب اخر تنطلبوا من شركه ابل انها ترد لنا المبلغ. ما نابوزيوش وما نكتروش في هذه المساله لان شركه ابل راهي هي تتبع هذه المسائل عن قرب لان كاين بعض الناس اللي واخا تيصيفطوا بقاو ولاو تيصيفطوا لي زيميل ما بقاش يردوا من ابل لانهم لاحظوا انهم تيكثروا هذه المساله. وضروري تنأكد ان الايميل خصو يكون ايميل مقاد ومؤدب ومشروح فيه داك الشيء بالضبط باش ما نطيحوش في مشاكل اخرى معهم. نتمنى انه يكون الشرح بسيط ومفهوم وتحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمه الله Sélecteur d'app. وبركاته. Voice over désactivé.